دين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، حنا كنتواجدوا بالسوسيو الثقافي محمد عصفور في حفل تأبين الفنان عبد الطيف المنور ثلاثي فرح، لله ما اخذ ولله ما اعطى. غناخذوا شهادات من هذه الفنانه في حق هذا الفنان هذا. يلا هو معنا والله معنا. العمليه سهله، حضرنا في الدفن ديال السي المرحوم السي عبد اللطيف المنور اللي هو من ثلاثي فرح، واحد من النجوم ديال الاغنيه الشعبيه في المغرب ومن الرواد، واللي تلمذوا على يديه واحد المجموعه ديال الفنانين اللي كان الفضل ليه هو باش ولاو صبحوا نجوم، وخدم في عده مهرجانات وعنده عده سهرات تلفزيونيه ما يزيد على واحد 250 سهره في القنوات الوطنيه. فاللي وقع في الموت ديالو ما حضروش بزاف ديال يعني ما حضروش الاذاعات الوطنيه، يعني ما حضروش القنوات، حتى الحضور ديال بعض الفنانه كان قليل، فبقى بنا الحال ان هاد السيد عطى الكثير وما خدا والو. فقلنا هاد الناس ملي ما تفكروش كحنا كفنانين واصدقاء ديالو، قلنا نديروا حفل تأبين. حنا هاد الناس الا ما هزوش به، حنا بدورنا كفنانين وكجمعيات حنا اللي غادي نهزوا بخونا وغادي نكونوا السند ديال العائله ديالو، والله يرحمه مسكين في هذا النهار. صراحه كانت الموت ديالو صدمه كبيره لينا وللناس الاصدقاء ديالو فنانين لا في المغرب ولا خارج المغرب. ما كانش مريض، ما هكا جاتنا الصدمه، كانت قويه وباقي الان نيت، وقدر الله وما شاء فعل. الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. الام ديالي صراحه ما قدرش تجي، ما قدرش تحضر معانا، متالمه بزاف. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكلمه اللي غنقول هو كنشكر الاخوان، يا من فنانه يا من الناس ديال السلطه اللي ساعدونا في التأبير رغم هذا الحظر اللي كاين، فمدوا لنا يد المساعده نظرا لانه هو ولد الدرب سلطان وكيعرفوه في اي حاجه احتاجوه دائما موجود، دائما موجود كيعاونوا في اي حاجه طلبوا ليه كيكون حاضر، يا من السهرات يا اللي كيتصلوا عليه واخا تكون بقى يعني نهار شي سهره كيقول لهم نور بغينا المجموعه كيمشي يوجدها لهم، فمدوا لنا يد المساعده. فكنشكرهم وكنشكروا الاخوان كاع اللي ساهموا في هذا الحفل، رغم كان عطل التلفازه المغربيه وهذه، فللاسف ما داروا حتى شي، على الاقل كانوا يديروا غير واحد شي بادره يذكروا الوفاه ديالو باللي راه الفنان راه توفى كما كيديروا الاخرين، فللاسف الشديد. حنا حسيتوا بالحقره؟ ماشي الحقره، الحمد لله كاينين الخوت وحنا ما محتاجين حتى، والحمد لله كاينين الاخوان اللي تعاونوا معنا وداروا هذا الحفل، الله يجازيهم بخير.